صباح الخير لا فامي الحباب، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو عاود في الكامبو. غادي نمشي نقلعوا الزيتون، خليكم معايا غادي نصور لكم كاع النهار كامل ان شاء الله. انا كنتقهوى في البار وغادي نشربوا القهوه ديالنا ونمشيو نكملوا على الخدمه ان شاء الله. خليكم معايا غادي تشوفوا شوفوا الخدمه ديال الزيتون، فاش غنديروا الخدمه فاش نقلعوا الزيتون. كنت لحقتكم فيديو العام اللي داز و المهم تقريبا بحالو، غادي يكون بحالو ان شاء الله. المهم الخدمه ديال الزيتون وصافي كيف كيف، البلاصه ديال الخدمه غادي نتكلوا على الله ان شاء الله الى كتاب. هذا هو الزيتون، واخا الزيتون عندنا هذا العام ما والتش، فرعوا الثلج العام اللي داز. ايوا غادي نتكلوا على الله نجيبو نهارنا. كما كتشوف الزيتون كاع ما والتش، شوف شوف شوية. وحنا بدينا الخدمة على بركة الله، أنا وخويا إبراهيم. تبارك الله على خويا إبراهيم. انتما عطاونا الماكينه بعدا ديال الباتري، ما كدير لها صداع لا والو، دايرين لها داكشي ديال المغرب، دايرين لها الضو من الباتري. ماكينه زوينه الصراحه، احسن من ديال ليسانس. ديال ليسانس كدير صداع بزاف. المهم مدوزين لها الخيوط من الباتري ديال التراكتور، الخيط عندها طويل كما شفتوا معنا، ما كدير لها صداع لا والو. الماكينه عجبتني. واش خويا ابراهيم؟ ناس الغربه، ناس المغرب، نهير زوين، نهير زوين هذا تبارك الله. نهار شويه ما بارد بزاف، مغيم، ولكن نهار مليح. كما كتشوفوا ابراهيم ها هو خدام بالماكينه، ما تقيلاش هذيك الماكينه ابراهيم، ما تقيلاش حيت ديال ليسانس كتكون ثقيله بزاف وكدير الصداع. هذه ما عمري خدمت بها، بصح جابها لنا اليوم هذا، قال لك كنخدم بهذه مخير احسن من ديال الاخر. بصح غاليه شويه، ماشي بحال ديال ليسانس. هذه شراها سولتو قال لي شريتها بمليون و200، بصح واعره. شوفوا كي دايره، غير صغيره خفيفه، ما كدير لها صداع لا والو. ايوا كما كتشوفوا معنا الجو ها هو زين تبارك الله، جو واعر. التراكتور داكشي، داك التراكتور ما عرف عنده شي 60 عام ولا. التراكتور ها هو قديم بزاف، الريموركه حتى هي قديمه. المهم داكشي ديال ايوا صافي، غادي نكمل لكم الفيديو ان شاء الله. غادي يكون فيديو زوين، تفرجوا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش لايك واشتركوا في القناه اللي مازال ما اشترك في القناه ديال المريني فلوغ. وان شاء الله غادي نبقى ندير لكم فيديوهات زوينين في المتناول، وغادي نبقى كل مره. المهم انا فيديوهات عندي مختلفين، كل مره كنلوح فيديو في شكل، مره ديال الخدمه. المهم اليوميات ديالي كنقسمها معكم، كنلوح فيديو منين نمشي للخدام، نلوح فيديو كنتسارى، نلوح فيديو نبدل شي حاجه في اللوطو. المهم خليكم متابعين القناه، وكنشكركم بزاف، كنشكر المتابعين ديالي، كنشكركم بزاف. خليكم معنا غنكمل لكم فيديو ان شاء الله حتى الاخر. هاليك ابراهيم، نهار زوين للتصوير، مخير هذا النهار، هذا الجو مهم برد. والعفريت راك بحال اللي كتخدم بها هذه الماكينه. واه بصح صافي، ريد ديك الماكينه، دابا نبدلوا البيشان كما كتشوفوا معنا. شوفوا هما كيديروا، يقلعوا الزيتون، غير البيشان كنزروهم، راه عندها البطونه تما هاي مو بيان هاك اسندي هاكا اللي انت غيش. مرحبا، انت غيش باش غادي نبدلو الباش. مرحبا، راه عليك ديك الماكينه ان شاء الله. هضر ما كان الهضره كان حايد هاكا. لا ماشي مشكل، سير على الله، حنا واخا تبقى حتى الهضره كاع شو غيوقع. هاكا مشكل، داكشي ديال المغرب. ايوا الصياده، الصياده
صيادان ولا تصيدوا؟ باقي شي ضربات تما تيبان ولا؟ يلا تخبي غير الكاميرا صافي يكون هاني هكا عاد تما تو على الوسط صافي بحال مول الماكينة تتغيز لا الماكينة زينة والله إلا مليحة راه هادي تعرف ديال ديال الليسانس واه ثقيلة بزاف وكدير الصداع عاود لي واحد الدري فخاين واه قايا لا ما كنتيش كاينين وحدين كورتي ما تخدمش واه هاديك ثقيلة واه حتى هادي راه بحال هاز في يدك مدرة والله إلا بحال هاز مدرة نيشة بزاف كاع واي وفين السرعة تضرب العرش يما القصة تتشيشها هادي زوينة هاد الماكينة كبار ما عمر هذا والله بحال ما كيبغيوش تكرفسوهم والله ما تيبغيو تكرفيس هذوك ما بغيو تكرفسوهم حتى هي قضيه لي شغل وكون كنا كون باقيين في الاول تكرفسوهم ما عندهمش معاهم والله العظيم لو كان شي دابا غير واحد شويه ديال الشتاء ولا غير مثلا غير الحال يبان شويه برد يقول لك يلا صافي وما كيبغيوش تكرفس تكرفيس عزيز على عندنا حنا الهي العرب ايوا كلشي زين وا لو كاع الا بغى يدير معاك مزيان يقول لك درقوا تتشحال حتى واجي نكملوا لا بغى يدير معاك مزيان واه ايوا كلشي زين يا ستاموس اي ستا والتراكتور قال لي خلي التراكتور 10 دقائق التراكتور هادشي قديم البروميان في 5 ايام هاد التراكتور التراكتور مجد واه طاف كي قال لي صافي لقيت كي ندير مارش بسم الله دار مارش باقي لها هادي الطامور تبارك الله على ولاد يوسف من اسبانيا من كاسا سي مارو الله يعطيك الخير واش هاد الماكينة فيها لا صداع لا والو طيرة نسكتو هاد التراكتور شوية لا لا دور من الجهة الأخرى غادي نرجعو شوية الله أخدم من تصل تما غادي نرجع الله داك الشيء بحال ديال الفوردات هاد الساروت احنا سكتنا التراكتور هنا قديم بزاف ما شحال عندهم الخدمه بهذه الماكينه ما كان لا صداع لا والو محيره الخدمه ترى ميسره الخدمه تبارك الله
ما خلينا الخيط فينا احنا وحدنا. كاع كرامه بينا في راجل زين فهمت. الله يلا راجل زين بيد الله. خلص القهوه الصباح ودخل الخدمه ديال العشره. نهار زين هذا تبارك الله. كاع دعيو مع ابراهيم يدير له ريقات ديالو. الله يسهل عليك اخويا ابراهيم. راك بحال اللي كتخدم الماكينه والله الا راسك خبير. الله الا مليح. هاكا بصح خص التراكتور يرجع شويه اللور. غادي نرجعو دابا نقلبلو على المارشاريان فين راه بعدا. صافي غادي نشوف. الله راه فيها الفيتشر ديال المارتات ياك مليح. لا لا المارشاريان باين. هذا هو المارشاريان راه بامور الشعر. هكا بسم الله. هكا دابا مزيان ابراهيم دابا يوصل ياك يوصل دابا مليح. لا يوصل يوصل. هاديك عندك غير الفروع الكبار وطحن الطريق باش ما تهرش الماكينه. لا لا ان شاء الله نهار زوين. الزيتون عندهم هنا مفارق ماشي كثير. مع العام اللي داز جات الثلجه هرست كلش. تعرف واحد الثلجه جات ما كلش انت هنا. لا كلشي الطرقان تقطعوا كلشي الزر طاح كلشي واحد الثلج تبارك الله. يسولوا شي واحد اخر على الماكينه قول له كنعرف نخدم الماكينه. هو شدها اليوم صافي دابا غادي يبقى عاقل على السيستان. وصيتو كي يقول له شي واحد واش تعرف تخدم الزيتون تعرف تخدم ماكينه سهله يعني الطريقه ديالها سهله. خصك غير ما ديرش الفرع على الغلاط باش ما تهرس لهاش داك الراطو ديالها وخدم سهله الخدمه. ها دابا مره اخرى ابراهيم نسولوا واحد اخر يقول له واش كتعرف الماكينه يقول له كنعرف يعني سهله الخدمه. الدراري دعيو مع ابراهيم يدير له ريقات ديالو. الله يسهل عليه مسكين راه عاد جديد راه مازال ما كملش العام. دعيو معاه يدير له ريقات ديالو راه جا مسكين حارق. الله يسهل عليه والله يسهل على جميع المسلمين هنا اللي ما عندهمش الوراق اللي حارقين. الله يسهل عليهم. نهار زوين الجو تبارك الله كما راكم كتشوفوا. دابا غادي نزيد شويه على طول باش نفطروا ان شاء الله. نفطروا حنا جايبين فيها الفطور والغدا حيت غنضلو النهار كامل في الكامبو. غادي نضلو النهار كامل نخدمو باش نكملو السيد 8 السوايع ديالو. هنا عندهم شوفو الحجر كيفاش داير سبحان الله بحال اللي دايرينو بحال اللي دايرين داكشي ديال الكانكاسور. ولكن هاد الحجر هذا يعني ناتورال داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. كيما قلت لكم ابراهيم ها انتم وريتو الخدمه كيفاش يدير يخدم. ها هو راه ما عمرو خدم مسكين كاع في الزيتون ما عمرو خدم حيت عاد جا جديد. كما كتشوفوها هو شاد الماكينه بحال اللي كيخدم بها بحال اللي كيمول كيخدم بها بزاف كاع. هذاك الشيء هو هذاك ابراهيم ايش انت وليتي العاود كتخدم بالماكينه. هذاك الشيء سبيسيال هكاك ديما راني وصيتك ديما رد البال وشوف كيما تشوف الواحد يخدم الي كوبي ديك الحاجه تشينو داك الشيء فهمت. باش مين يسولك الكاوري انت كتقول له يقول لك تعرف الماكينه تقول له لا يقول لك اخويا بوف وما راك عارف هما يا اسطى. دابا كي راك خدمت فيها ان شاء الله منين تجيك خدمه اخرى قول له كنفهم الماكينه يقول لك
يقول لك تخدم الماكينه قول له واه يجيب الله التيسير. هذاك الشيء اللي قلت للدراري اللي عاد جداد وهادي بنادم غير يقول كنعرف. احشي راسك تعلم. تراكتور ديال هتلر. التراكتور هنا ما عنده شي 60 عام ولا 40 ولا الله الا كبير. شارف كما كتشوفوا شوفوا الجو كي داير هنايا الجو واعر كما الماكينه هذه والله الا عجبتني ما كدير لا حس لا والو. الاخرى تعرف ولا كتقدر شي مرات الشاطمه ديالها تحرقك من الكسوه. واه ديما كنت كنرد معها البال بصح هذه خفيفه وزينه للخدمه. واه هما راه ماشي بحالنا كيقلعوا الزيتون باليد. هما اليد غير نساها الا شافك تقلع باليد يقول لك اميغور واحد نخلصك والله يعاونك. بصح هما عندهم القوام عندهم القوام ما كيبغوش يتومروا كاع ما يبغوش الكرفيس كاع ما عندهم سمعه. هذه الساعه ديال الفطور غادي نفطرنا واخا ابراهيم اليوم. مرحبا. فطر واحد التراكتور. التراكتور هذا عجبني قديم بزاف. باريروس. 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 قديم هذا. قديم. ما شحال يا خويا كاين جوج مواتر مكسومين بحال اللي موتهم مكسومين غير. قول لي. جوج سيلانات. جوج مزيان. 6. لا دابا جوج منها. بسم الله. نويتيام عندها كواتر عنده 5 ايام. بسم الله.